إذا وصلت 30,000 لايك رح نعمل أقوى تجربة كيميائية يا شباب. وال يا شباب شوفوا شو اللي صار، دوبت المنطقة كلها. واو دير بالك وردي، دير بالك. لا 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 لا. السلام عليكم شباب، ويلكم باك فيديو جديد. طبعا يا شباب زي ما شايفيني عم بنط وراي مالتي كرافت، رجعت لكم سيرفر مالتي كرافت يا شباب. خلينا ننزل انزل انزل بدو انزلنا مالتي كرافت يا شباب. هي رجعت بحلقة جديدة، ولكن هي الحلقة عن جد عن جد عن جد رح اعمل فيها شغلة مميزة من اول سلسلة، وانا عم بستنى اني اعملها، خطرة ببالي من زمان وحكيتها، حتى ما بعرف اذا متذكروها ولا لا بحلقة من الحلقات. واو واحد اجا وذكرني فيها، واليوم بدي اجربها، متحمس لها كتير كتير كتير. بل قبل ما يبلش هذا المقطع كل واحد ينزل يحط هلا لايك، بنشوف قديش ممكن يوصل هذا المقطع لايكات. بالاضافه يا شباب هلا خلينا ننزل ننزل هدوء، راح اسيد ورده بعدين من كمان هاي المواضيع كلها. خلينا نسلم على ورده، حرام بيكون قاعد لحاله. خلينا ندق الجرس عليك العاده، روح افتح من هناك، بعد بدق عليه بفتح من هنا. خلينا شوفوا شوفوا وينه، دقيت الباب عليه واصلا مو موجود بالبيت. ود شكله دايما عم بطلع يسمع. هلا ورد، هلا ورد، هلا والله، هلا 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 والله، دايما عم بسمع ورد. صاير ورد 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 ورد، اسف زمان زمان ما اجيت. شكرا. هي بمناسبة عيد ميلادي صح؟ يا شباب هي ذكرني وردة يا شباب، عيد ميلادي كان امبارح او قبل امبارح قصدي، عفوا كان عيد ميلادي، والكل يا شباب منكم كتبتوا لي بالتعليقات. بس لحظة لحظة لحظة، انا بدي اعمل شغلة، بدي اعمل شغلة يا شباب. استنوا استنوا من هون، وين كانت وين كانت؟ ضروري لازم اعملها يا شباب. هياتا ويا شباب، ما حدا جاب لي هدية من الشباب، كل شباب السيرفر الحومة وعدني انه بدي يجيب لي هدية. حتى علقت ماينكرافت من الحزن يا شباب. ما حدا جاب لي هدية. وردة وردة ما عاد جاب لي هدية. رميت وردة ثانية كمان، والله خلص هي هيك بتكفي يا وردة. خلينا نضب هاي هون، خلينا نرجعها. وردة وردة وردة، اليوم في عنا شغلات اسطورية والله، يا انه متحمسين يا وردة، اليوم في شغلات عن جد عن جد من الاول متحمس عليها والله يا وردة. انه حماس والله، اكتشفت شغلة وردة بصير ينط لما يكون متحمس. طيب حلو، خلينا يا شباب شوفوا. اول شيء المرة الماضية كلياتكم كتبتوا لي اعطيت الكل هدايا وما اعطيت ميدو، حرام عليك، فبدي اروح اعطي ميدو، خصوصا انه رجع لي اغراضي، ويعني حسيت انه زعلان شوي انه وين هديتي اتاكم. ما حكى لي وين هديتي، بس ما يعني حسيت انه زعلان شوي، فانا نسيت يا شباب كنت بدي اعطيها، وفضل النت اول ما وقفت صور حكى انه بدي اعملها ورا الكواليس، فليك بدنا نفرحه ونعمل لها هون. ورد عم بتسبح. فهلا بنعطي الهديه لميدو، وبعدين في شغله كمان، وبعدين بنجرب اي شغلات. فخلينا ناخذ هديه لميدو، طبعا الهديه ما حاعمل نفس المرة الماضية، المرة رح أعملها كمان مميز الهدية، باخذ من هذا النوع بلوكات، وبعدين باخذ من شو شو، خلينا ناخذ شيست كمان عادي، وبعدين باخذ من هاي الهاي بيل يا شباب، هي كثير غالي انك تسويها، بتطلع لك كثير قمح، فممكن يسوي فيه اللي بده اياه، والباقي شو يا شباب، خلينا ناخذ مشروب كمان يا شباب. هي الشغلات المميزة دائما بتعطي شكل حلو للهدية، وبعدين خلينا ناخذ يعني هي هيك عاملة من القمح، وبزيادة كمان دايموند وكمان ايميرالد، خلينا ناخذ ثلاثة ايميرالد وثلاثة دايموند. ذكرت كمان في هدية لرحومي، والله من زمان ما يعني رحومي بالذات، لأنه طلبت منه إنه بدي أعطيه، اتحديته من قبل وخسرت من التحدي، فلازم أعطيه البلوك تبع الدايموند. فيلا نروح عند ميدو، تعال وردة تعال تعال الحقني، هاني وردة، يلا نروح عند ميدو هلا يا شباب. وردة وردة هلا بدنا نروح ونعطي ميدو المرة الماضية نسينا نعطيه، وبعدين بدنا نسوي شغلات اسطورية، يلا تعال معي انت وما عليك. والله يا شباب الشغلة اللي حنعملها المرة، والله المنطقة كلها صارت حلوة. حتى الفزاعة، حتى الفزاعة يا شباب. وردة ما خاف من الفزاعة، حبة شكله. والله حبة، خلي يلا وردة تعال، مفكرة لعبة، مفكرة لعبة، هي لعبة مفكرة وردة؟ اللعبة؟ والله مفكرة لعبة، هاي مو لعبة، وردة خلص بعدين بسألك عنها، بس الدنيا حتصير ليل، ليك لازم نركض 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 نركض، على شو وردة كيف قلدني بالركض؟ بدنا نركض؟ شد؟
اوه حركات ومنطقة سرية. انا بتشوفها بس خليني اول اي البيت تبع ميدو بسرعه. لا مو البيت تبع ميدو، اوه البيت تبع ميدو هناك. والله ورده هذيك المره شافهم من القلعه وانا بقول شو شايف. البيت الوحيد للشخص اللي ما بعرفه هو لميدو، فدغري عرف انه بس انا حكيت ميدو يعني الشخص اللي ما بنعرفه. بخلينا نروح. والله ورده عم بروح متقاتل متقاتل. اوه حبه، والله طلع كمان بحب الاخطبوطات. ورده تعال تعال ورده تعال ورده عم بزحمه. تعال تعال ورده بسرعه بسرعه الدنيا هتسرب. خلينا نفوت هون يا شباب. حتى ما في غير تخت واحد هون عنده. بخلينا بسرعه نعمل له الهديه. لا لا مو جوا مو جوا مو جوا. تعال 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 ورده ورده. ورده. اوه خلص تمتع. تعال نتمتع بالمنظر هون. تعال نتمتع بالمنظر. اوه والله يا شباب انه اسطوري. طلعوا والله جد اسطوري. ودروعه حركات بيت ميدو حلو يا شباب. ليك من الهدي عند بيته يا شباب هون. بنحط له هي وبنحط له واحده ثانيه جنبها. بعدين باخذ الشيست وبنحطه هون بالنص. بعدين باخذ هذول المشروم يا شباب وبحطه باج جنب. واحده من هون وواحده من هون وبعدين تنتين بالنص. يا شباب لازم لازم نظبط له الشكل يطلع اسطوري. خليني اخذ هي البلوكي وبحطها على الجنب لانه تاخرنا عليه، فلازم نعطيه شغله هيك تكون حلوه ومحترمه يا شباب. بعدين بنحط هاي هون فوق، يعني نترك له مساحة انه في واحدة فوق. بعدين نحط له دايموند باج الشكل يا شباب، ونحط له الاميرالد باج الشكل. والله يا شباب انه صرنا راح نصير مطفرين، بس مو مشكلة يا شباب، مو مشكلة والله بستاهل الشباب كلياتهم. بنحط له باج الشكل كل هدول. بعدين بنحط له واحدة من هون وواحدة من هون. وهي هدايا وردة، اي هدية وردة ما ولا وردة وردة. اعطي هديتك عادي، اعطي هديتك لميدو حرام بستاهل والله دغري وافق. نحط واحدة هون وواحدة هون. الله علينا صار عندنا هدية كاملة. ويلا يا وردة يلا يا وردة نروح. يلا تعال تعال تعال. رسون جابوا هذا من النذر يا شباب. يلا يا وردة احنا وقت انه نطلع نعمل المغامرة الليلية. يلا نرجع على البيت بسرعة يا شباب. والله انا متحمس يا وردة، متحمس متحمس كثير. ما دقينا الباب والله. هلا دق وردي. قال لنا يا شباب نرجع على البيت. قلت له انه ما في وحوش. والله لا ما في وحوش. شفتوا كيف معصب هذاك اللي تحت المي؟ ليكون بيقاتل هذاك. والله غريب يا شباب. اللي نفوت من القريه ونكمل دغري 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 على البيت. تعال يا بتعرفوا الميدو طلعت؟ بتعرفوا طلعت؟ والله يا شباب صح، يمكن لما اطلع من السيرفر ميدو فات عليه. يا تعال تعال يا ورده تعال معي. تعال تعال يلا على البيت على البيت بسرعه بسرعه بسرعه. والحلو يا شباب انه المنطقه كلياتها مضواي، فما بنرسم وحوش بالمناطق القريبه ابدا. خلينا نرجع على البيت رقد 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 رقد. وبعد ما نرجع مشان نسوي التجارب الخاصه اللي عندنا اليوم. عندنا تجربتين ولا اجمل ما يكون. خلينا نرجع. والله يا شباب ولا وحش بالمنطقه كلياتها. حلو حلو كثير كثير كثير. خلينا نرجع وننام. نسكر الباب نسكر الباب باجي شغل. يلا ننام يلا ننام. واحد اثنين ويا اللي ننام. يلا يا شباب هلا بدي اسكت شوي مشان ورده ينام. تمام اوكي هلا بفيقل. كنت بدي افيقل حالي. المره سبقني ورده. سبقني، كنت ناوي افيقه زي المره الماضيه. والله لازم تشوفوا المره الماضيه كيف فيقت وفرط الضحك المره الماضيه. فورده ورده ورده حان وقت هلا. او لحظه لحظه لحظه، اول شيء نعطي الهديه للحكومه. حرام 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 ما نعطيها. وخلينا تعال 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 معي ورده. تعال معي ورده يا شباب. هلا لازم نعطي الهديه للحكومه لانه هذا الدايموند اللي المره الماضيه وعدته فيه طلع عندي اسمه. هذا لازم ما احطه مع الهديه لانه الهديه يعني هي هديه، فخلص لازم لازم يشوفها لحاله. هي خلينا نحط له اياها وين 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 يا شباب. بدي احطها بمقام يعني دغري يعرف انه انا. خلينا احط له اياها. والله يا شباب ما بعرف وين احط. حط على الشجره، حط على الشجره. بس يجي بشوفها. طيب بس خليني اخذ هي واحط له اياها هون هيك بعد الشكل على الذنب. نحطها. يلا يلا تعال يا ورده تعال يا ورده. هلا بس يجي بشوفها متغيره بدغري بعرف انه انا. فيلا حان وقت التجارب. طلعوا تنين قديش حلوين يا شباب، معبين المنطقه التنانين كلياتها تنانين تنانين تنانين. فهلا حان الوقت يا شباب. يلا 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 ندق الجرس ونفتح الباب. يلا تعال ورده. بدأ جلس بدي نسكر هون ونسكر هون. وصح يا شباب الغرفة السرية المرة الماضية ورجيتكم اياها ما حدا كتب لي شو لازم نعمل فيها، فما بعرف يا شباب ضروري ضروري تكتبوا. لا لا وردة لا تنزل لا تنزل لا تنزل. لا لا وردة وردة ما بدنا لانه هلا ما عملنا الدرج كمان، فاذا بدنا نعمل درج قصة طويلة. فخلي وردة وردة انت ازرع ازرع قبل ما انا اسوي الشغلة بالكرافتنج. اوكي خلاص وردة دغري دغري وافق. هلا خلينا
نفوت على البيت يا جماعة، خلي الباب مفتوح إذا بده يفوت وردة، وخلينا نبلش بالتجربتين اللي عنا. طبعا التجربة الأولى هياتا، هذا لازم نعمله يا جماعة، بتطلعوا هذا حتفاجئوا حتفاجئوا منه، وفي تجربة لسه أصعب وأقوى من هيك بكتير. هذا خلينا هلا 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 خلينا نعمل، يلا نعمله وبنحطه على جنب. بدنا واحدة من هي، وشو هو كيف كان بنعمل، وواحدة من هي، وشو كمان بدنا يا شباب، بدنا واحدة كمان من اكل الزومبي. والله معانا كتير شغلات من الوحوش، كتير كتير كتير، كنا ناخد من الموب دروبز تبع السبونر، وفي كتير كتير شغلات يا شباب. وشو كمان بدنا، بدنا بكت مي، عندي بكت مي، عندي بكت هاي عندي بكت، هلا بقدر اعبي مي وبنقدر نعمله. والشغلة الثانية اللي بنحتاجها يا شباب، شغلة مستحيل تحزروها، هلا خليني اجيب مي اول شيء، وبتشوفوا الشغلة الاسطورية. والله يا شباب انه شغلة كتير 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 اسطورية. خليني اخذ هاد ونروح، تعال 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 يا وردة، تعال تعال تعال, تعال. والله اني مكيف يا شباب، مكيف، هعمل التجربة اللي من زمان نفسي اعملها. هلا خليني نعمل هذا بهذا الشكل اول شيء، هيك ولا هيك، وبعدين هذا هون. يا هذا زبط، اي صار عنا اسيد، بس يمكن وردة بخاف منه، لحظة وردة ما خاف منه، غريب ما خاف منه، بدي اشوفه بدي اجربه. طيب مو مشكلة، هلا يا وردة هاي التجربة الكيميائية حنعمل انا وياك مع بعض كمان شوي، اوكي اوكي وردة اوكي. هلا في تجربة يا شباب لسه اصعب، اللي هي مستحيل تتوقعوها، تبع الاند حنعملون يا شباب، مستحيل تتخيلوها. هلا حورجيكم كيف حنعملها، هي اقوى تجربة مستحيل حدا من قبل عملها يا شباب، متأكد انه تجربة يعني عن جد اول واحد بالعالم بعملها. خلينا هلا ناخذ من هون، وين 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 موجودة، ناخذ من هي، وشو كمان يا شباب، بدنا واحدة من هاي هذا البليز رود، وخلينا نفرط البليز رود ونحطه بهذا الشكل. ورده ورده مستعجل مستعجل، ورده ورده خلص، بدك تسمح اسمع، انا دقيقه وبخلص دقيقه، اول بدك تستناني، والله شكله بدك تستناني مو لا بده يسمع، والله بدك تستناني، والله محتار. شوف يا شباب كيف ورده محتار، والله شكله بضحك، رايح جاي رايح جاي. خلينا هذا دون ونسمع اللي من الاول مستنيه، بنحطه بهذا الشكل، وصار عنا الكريستال تبع الاند. طلعوا يا شباب، جبته جبته واخيرا الكريستال تبع الاند. هلا خلينا طلعوا، ما فيني احط طبعا الكريستال، ما حجربون ما حجربون، تجارب كيميائيه دائما نعمله وين يا شباب، عند المناطق تبع ال، او لحظه خلينا نجيب مي، ما بتعرفوا يمكن نحتاج مي، ما بتعرفوا يمكن صار حريق ما حريق. تعال وردة معي، تعال وردة يا وردة، لا امسك الباب. هلا يا شباب اكبر تجربة رح نعملها بالعالم، خلينا بس ناخذ مي مشان ما بتعرفوا يمكن نحتاجها، وخلينا يا وردة نروح، تعال تعال الحقني يا وردة تعال، والله شكله حاب الفزاعة عن جد، رايح جاي عندها. خلينا نروح على شو اسمه، يلا يا وردة. هلا يا شباب شوفوا، حنروح لورا عند المنطقة السرية تبع التفجيرات ومنطقة اللاكي بلوك، هي المنطقة الكل بعرف. وردة وردة والله اليوم بطال، شكله تعبان وجوعان، فخلينا نروح كلياتنا هلا لهناك انا وردة، ونشوف شو اللي هيطلع معنا. اوه يا شباب مشينا من جنبه، خلص منه مشينا من جنبه، لازم نوقف جنبه يا وردة شوي، خلينا نوقف جنبه. هي شباب اللي ما بعرف كان رفيق وردة، و يعني الله يرحمه مات، فخلص يا وردة ما في داعي تزعل، بدنا نروح نسوي تجربة كيميائية، خلاص هي هدية، يلا خلاص امشي يا وردة، تعال تعال تعال. والله يا شباب دائما بزعل لما اشوف وردة شافه وتذكره وزعل، لانه دائما بس اشوفه بزعل كتير، فهلا ان شاء الله التجارب الكيميائية بتحلله يعني ببطل زعلان. خلينا نروح على المنطقة السرية، طلع هاي المنطقة صرت حبة كتير، عملنا فيها كتير تجارب. اوه حصان، هاي المنطقة اللي وردة ما بحب كل الوحوش اللي فيها. وردة 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 شايفين هاي البدروك، هاي البدروك ساعدنا كتير، هدول الشغلات كلها بترسم من لكي بلوك يا شباب. ليك تعال معي وردة، تعال معي يا وردة، تعال 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 الحقني 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 يا وردة. واه هدول اللي بخاف منه وردة، خليك بعيد عنهم وردة، هدول خليك بعيد عنهم. والله هذيك المرة شافهم بس وقف قدامه، تجمد فما بدي اياه يتجمد مرة ثانية. وهذا المكان اللي من الاول موجود يا شباب، هذا يا شايفين هذا رسم من لكي بلوك. اوه لبيز يا شباب، هذا لبيز فينا ناخده، يا عيني نسيني يا شباب، فينا ناخده. وردة اخده هون في، هي شغلات كلياتها مرسمنا، والله حلو 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 حلو، خليني اخده كلياتها. هي وردة اعطاني اللبس، يلا وردة وردة هلا حان الوقت انه نجرب تجربة كيميائية. تعال 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 اول شيء خلينا نطلع على الشجرة، جرب نط جرب نط جرب نط جرب نط، جرب نط.
الله عليك، علا 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 يا وردة. هلا خلينا يا شباب بدنا من وين نعم. لا والله المنطقة مرعبة مرعبة كتير. خلينا نطلع من لفوق، خلينا نطلع بهذا الشكل لفوق. اي عم بعمل الطريق لوردة. تعال معي، تعال معي وردة. من وين نطلع؟ بفتح لك الطريق من وين. يلا تعال تعال تعال. الله علينا، هاي المنطقة اللي ما حدا شافها يا شباب، مالتي كرافت حاليا. هلا رح نجرب فيها اول تجربة، والتجربة الثانية اللي بعدها مستحيل شايفيننا. يلا يلا، واحد اثنين وثلاثة. شد صار امشي. شو بصير يا شباب؟ شو بصير يا شباب؟ لا 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 يا شباب، لا 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 لا. شد ورد، دير بالك. وال يا شباب شوفوا شو اللي صار، دوبت المنطقة كلها. واو، دير بالك وردي، دير بالك توقع. لا 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 لا. واو يا شباب، والله دوبت كل شيء. واو، ما كنت بعرف انه هيك قوية لهالدرجة. والله يا شباب انه كثير قوية. طلعوا طلعوا، الهيل عم بتدوب، الهيل عم بتدوب الدنيا. وين وردة؟ وين وردة؟ وردة دير بالك، وينك وردة؟ وردة وردة وردة، خليك جنبي خليك جنبي. وين وردة؟ وين وردة يا شباب؟ وردة، اه هيات وردة وردة، خليك جنبي. خلينا نشوف. لا لا الهيل عم تشتغل يا شباب. والله شكلها حتنزل للأخير. لا 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 لا، حرام والله يا شباب، ما بصير هيك. والله يا شباب لا، ما توقعتها هيك قوية. خلينا ناخذ هاي مي. استنوا يا شباب، لا لا اذا نزلنا صعب كتير نطلع. فخلص وردة، هاي المنطقة خطرة صارت كتير 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 كتير. تعال نطلع، تعال نطلع يا وردة، تعال 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 تعال. والله هاي المنطقة خطرة. تعال تعال نرجع نجرب التجربة التانية. دير بالك دير بالك انه دير. الصغير بس بخاف منه، الكبير ما بخاف منه. عم بحاول ينتقم منه، كان حاول يقتله بس ما قدر. اوه يا شباب، طيب تعال نطلع يا وردة، تعال نطلع ونجرب التجربة الثانية. بعد ما جربنا الأولى أقوى تجربة بالحياة، نجرب الثانية. يلا 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 يلا، واحد اثنين وثلاثة. اوه دير بالك وردة، دير بالك تضرب. بعد بعد وردة، بعد وردة، بعد وردة، بعد وردة، بعد روح. لا شو اللي صار يا وردة؟ دير بالك. والله وردة ما تأثر فيها، بس أنا اللي تأثرت بس هذا الشيء يا شباب. والله الحمد لله وردة ما تأثر، أنا خفت كتير. والله لا خاف منها يا شباب، طلعك من بعد. وردة وردة وردة، خلص ما صار شيء. والله يا شباب أنا كمان خفت، مو بس وردة. خلص خلينا نرجع على البيت يا وردة، والله إنه مخوف المكان صار. بس عجبتك التجارب الكيميائية وردة؟ عجبتك فقرة التجارب الكيميائية؟ والله أكيف عليها. فوالله وأنا كمان عجبتني. فطلعوا هي منطقة التجارب الكيميائية، دائما اكتبوا لي إذا بدكم نوصل التجربة، إذا بدكم نعمل حلقة تجارب تانية. وصلوا هاي الحلقة لايكات، لا ما حطلبوا كتير، 30,000 لايك. إذا وصلت 30,000 لايك راح نعمل اقوى تجربة كيميائية يا شباب. يلا يا وردة، يلا نرجع على البيت. وخلاص يا وردة اليوم والله تعبنا كتير. نحن راجعين البيت. اوكي يا شباب، امكم وصلنا لهذا المقطع. اذا عجبكم المقطع ما تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين. ويلا ممتو عليكم، السلام عليكم. سلام.